إنا لله وإنا إليه راجعون. صدمة كبيرة للوسط الفني بعد إعلان وفاة ثلاث منتجين في حادث مروري أليم، حيث توفي ثلاثة من المنتجين الفنيين العاملين في شركة سينرجي، وهم حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال. وعن تفاصيل الحادث خرج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي، وكانوا متجهين من القاهرة إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء 4 أيام للترفيه، وده بعد معاناة من العمل وهروب من الموجة الحارة، وأثناء القيادة في الكيلو 189 طريق محور الضبعة، فجأة اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة، لتنقلب سيارتهم عدة مرات وتشتعل النيران بها، حتى تفحمت تماماً، مما أسفر عن وفاة الثلاث منتجين وإصابة آخر. وذكر شهود عيان إن سيارة تعرضت معظمها للاحتراق، وقد فارق الثلاث منتجين الحياة أثناء قيام الإسعاف والأهالي بإخراجهم من السيارة. وكان أعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة من خلال حسابه وكتب: يا وجع القلب يا رب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا، حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله إنهم كانوا أطيب وأجمل وأنظف الناس يا رب، اللهم إنا نسألك الصبر والسلوان.